لوين نروح يا مدام؟ ما قلتي شيء. انت كمل بطريقك. دير بالك، بس حك تضيع منك السيارة. تمام، لا تقلقي، عم بلحقها. العنيدة ما عم بترد. أخ منك سراب، دائما بتتصرفي من دون تفكير. ها مرحبا، أهلا وسهلا. يا جانسو لو تعرفي شو اللي صار. رح أحكي لك. والله اجت هالمرة فوق راسنا مثل الكارثة. لكن الدنيا دوارة، بترجع لك الكفة اللي أكلتيه هيك. نشف حلقي، خليني أشرب. كيف؟ أمي أنت شو عملتي؟ أنا ما عملت أي شيء، أما هي اللي عملت. الخالة فريدة ضربتها؟ الخالة فريدة شو يا روحي؟ أما لسراب هي اللي ضربتها. ما بعرف الست زيرين مدري شو اجت وضربتها كف على تمها. معقول؟ قلتي أمها؟ إيه صح، المرة فاتت على المطعم كلها كابرية وتقل، بس أكيد سراب هي اللي نادت لها. أكيد يعني منيح، بس أنا اللي بعرفه أنه جينك وإخواته ما بيشوفوا ستهم غريبة. والله استغربت. الخالة فريدة شو عملت؟ شو قالت؟ شو بدها تقول؟ ما قدرت تقول شيء، المرة كبست عليهم مثل العاصفة. طيب جينك وإخواته عندهم علم بجاية ستهم شيء؟ حبيبتي الكل كان هنيك، الكل، حتى عزراء كانت هنيك. إيه أنت شو كنتي عم تعملي هنيك؟ ولا شيء. قصة فريدة عزمتني. أكيد مو متوقع مني صدق هالحكي. صدقي، والله صدقي. حتى صار شي تاني كمان اليوم. صرت شريكة بالنص بمطعم صفرة فريدة. شو؟ والله، وأخذت حقوق الاسم. أمي أنتي شو عملتي؟ شبك أنتي كمان فوراً بتنطي؟ أنا ما عملت شي، ست فريدة عطتني لحالة. وليش لحتى المرة تعمل هيك شي؟ كيف ليش؟ أنا ورجيتهم حسنيتي وقلت لها بدي رجع الأسهم فوراً، وهي مقابل هذا الشيء عطتني نص المطعم. ايه شو؟ من هلا ورايح هيك رح يصير حتى اني رضيت بالقليل؟ منيحه والله. يا الله. جانسو لا تاخذي مني موقف لو سمحتي. طيب ماشي، بس لو سمحتي لا تقولي لي تصرفتي بحسن نيه ومن هالحكي. شو هذا اللي بايدك؟ ورجيني لشوف. من وين هذا؟ جديد؟ هديه من بابا. وليش لحتى يهديكي بلا سبب؟ هيك طلع من قلب الزلمة. شو فيها؟ جانسو. شو مكتوب جواتها؟ مكتوب يافوز. يافوز؟ من وين طلع هالشي هلا؟ كنيتي، يعني هي كنية بابا بالأساس. بنتي انتي كنيتك كارا مو يافوز، فهمتي؟ بابا اللي قلتي عنه مات، رجع لعندي يعني، وأنا بطبيعة الحال أخذت كنيته. شو فيها هي كمان؟ اتفقنا؟ هوليا سراب، شو صاير معك؟ مبينة حالتك صعبة، قعدي لشوف. طولي بالك، شو صاير؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل، والله بدي أحمل حالي وروح. يعني تصرفات الست فريدة ما عاد عم تمرق ولا عم تنبلع معي ولا بأي طريقة. طولي بالك شوي، هلأ احكي لي لشوف شو في. سراب، ست زيرين، أنت لحقتيني أمي؟ إيه أكيد، ما رح أتركك وأنتي بهالحالة. إيه طبعاً، حلو كتير. أول شي وصليني لهي الحالة وضربيني كف وبعدين تعالي واسيني. برافو. لا يا خانو، أنا أجيت مشان خليكي تحطي عقلك براسك. لحظة، كرمال الله كف شو هاد؟ ست زيرين تفضلي لو سمحتي قعدي هون، اهدي شوي بالأول، خليني أطلب لكم فنجان قهوة ماشي؟ وبعدين بتحكولي شو اللي صاير من البداية لأنه ما فهمت. ست زيرين أنت إمتى أجيتي؟ سراب ما حكت لي عن هالموضوع بنوم. ممكن أنت تطلبي القهوة بالأول؟ تكرمي.